حاجة عزيز نظرة على هذا الحرب. واش عيب الله نلقى بعد الزرق؟ سير شوف لك شي منظمة اللي تعاونك. ما كنضحكش، فوزي ومريم ضاربين. بوكس ولا مصارعة حرة؟ تمنيتك عزيز، راه غادي يقطعوا بعضياتهم. علاش كتجيبي الله ملي عندي حرب أهلية في الدار وأنا منظمة العدل الدولي علاش؟ نوض فك. شوفي أنا راه بغيتي نتفكي مع راسي هاد الساعة، سيري حتى يكون الدم ورجعي. وعزيز الدم كاين أنا ضامنة عليك. أنت غادي تمشي ولا غندير فيك شي جريمة؟ سيري تفرقي معايا عباد الله راني عيان، راه رجلي ما قادتش يهزوني. عافاك عزيز، فوزي ومريم ما غاديش يدوزوا هاد الليلة على خير. إيوا شنو غادي ديري؟ غتعيط على البوليس يجيو يجمعوهم بجوج ونتهناو منهم، غتبقاو ليا خمسة ديك الساعة نلقى معاهم شي حل آخر. يلاه سيري. واش منيتك نوض؟ وسعداته بخواتاته وخا قلبي اللي حياته خوهم حبيبهم ورافده بالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباته وسعداته بخواتاته وخا قلبي اللي حياته خوهم حبيبهم ورافده بالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباته خويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبي يا وخويا وخويا انتبه بيه أنا يا قدام الناس وخوكم خوكم ولا دارت أنا يا ليام عليا وخوكم خوكم نجي ونحط أنا يا عليكم الرا مرة يتصالحوا هادو هما الخوت دغيا كيتسامحوا يا ربي دوم المحبة بيناتهم وتحلى لمتهم وبيها يفرحوا وخويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبي يا وخويا وخويا انتبه بيه أنا يا قدام الناس وخوكم خوكم ولا دارت أنا يا ليام عليا وخوكم خوكم نجي ونحط أنا يعليكم الرأس لا لا رزتي فيه ماشي حيت قاري وعندك الدبلوماط بديت نقصي مني اش غنقص منك انت اللي كتقصي براسك وما جبت الدنيا اخبار هاصك راه كتقلب عليا وغنوري اش غادي توريني فيك الهضره بحالك بحال العكيزات العكيزات هي تيه عويد بوشنيخه عويد بوشنيخه وقاري المحاميه وبصحتي ماشي بحالك انت حياتك كامله كدور على تبزيره ولما عين حيت كنوكلك المسيمي ما بغيتكش تضربي تمار بغيتك تقابلي قرايتك وتنجحي سمحي لي لك نجحني هو عقلي ماشي بحالك انت عامر كامل غير بالمسلسلات ياك دابا انا عارسي عامر بالمسلسلات ونوضي لليا تكون راهم والدين الاولاد اه وانت فين هما ولادك اش بغيتي تحشي لي الهضره علاش تقلبي عليا شوف انا نقص راس برك هادشي غادي يصرف فيك الوليد انت مرتاح خلي عليك الاموات وشوف مع الاحياء شنو واقع هنا شوف اخويا هذه راه فقصتني انا والله تبقى لي غير شويه ونقسم على جوج علاش اختي تقسمي على جوج تزيدي لي طرف اخر في العائله خليها كامله ولا شوف ديري طحليها هي اللي كتماوت انا ما درت لها حتى حاجه وما نقصتش منها والله انت كتنقص مني ما فيك المشكل اخويا انا نعاود لك دابا هي فيما كدير هاد الخلطه في راسها كنقول لها عافاك ديرها بالنهار ما ديرهاش بالليل حيت الريحه ما كنقدرش عليها واش قلتي كلمه العيب هذه راه فيها بتموت العيب هذا بيتي كيف ما هو بيتك والتخليطه كتبغيها الليل كدير بيرمانونس وخيت بيان ما سيما الحره انا سكتينا شوف انا مابقيتش قادره على هادشي عينيا كيضروني وفلوسي كيمشيو غير في التقطيره ونوضي ربك على السم والحسد هذاك حيت غير مني وعارفه شعري احسن منك علاش اختي غادي نحسدك انت محسوسه بوحدك دابا قولي لي دابا هاد الخلطه هادي علاش زعما ودابا حيت المكونات ديالها كيبغيو يباتوا هانت انا نقول لك شنو كندير فيها انا كندير فيها الحنه الثومه القرنفل الروح ديال البصله الزيت ديال الحشيش كنجمع هادشي كلشي نلبخهم وكنحس دابا هذا ماشي عمل ارهابي قلتي زيت الحشيش اعطيني شي كاس نضربو باغي نطيح من النوط انا عييت عييت من هاد الخوال خاوي ديالكم وعييت من مشاكلكم راسي النهار غادي نهز اللاب انتوما تعرفوني فين مشيت هزي كيفاش هذا كيقول شي لعبتي ما فهمت والو صافي هادشي اللي بغيتو والله حتى عيقتو كتجري بحال تاع الدراري الصغار كلي كنتو كتفاهموا وكنهضروا بالقاعده كما غتبقاو كتغاوتوا بحال هكا مالكم مالكم ها نعم ماني انا كندخل في الشبوقات ما تبقيش تقولي انت ديال الغلطه ما تغاوتيش عليا شوفي انا راني وياك في البيت شوفي انا غتصطيني وغندبع لا تعلم والله يا امك شديت امك والله يا امك ما نخليها فيك اسمح لي اخويا السلام شنو السلام الا كان هذا هو السلام حسن عوان عباد الله اللي عايشين في الحرب وشوف لي مع هذا انا ما بغاش يقرا واش انا باه خرجوا لي باغي نرتاح راه تيقول لك المثل زعما الخال وليد انا ما والد اختي انا حاكر انا عرفت منكم ولا خرجوا لي باغي نرتاح
راه زور الطوقع ديالي. المره الجايه جي نسني لك انا معلمه خالي. يلا خرج عليا باغي نرتاح. ايوا نعمه التربيه والله. واش خبارك اش دار هذا المسخوط الوالدين؟ لقيته من الاول ديال السنه الدراسيه هو مخترع واحد السينياتور تيسيني فيها على خاطر خاطرو. ملي مشيت انا نسني ليه على ورقه الغياب شكوا فيا واش انا امو. شي انا في بلاصتك والله تنخرجو من المدرسه ما عندهم ما يدير بها اصلا. على الاقل هو اخترع فكره باش يسلك راسو. كيتي انا اللي ما قادر نخرجكم حتى من البيت عباد الله. انت بعدا خالي فهمتيني انا باغي نخدم معاك في الحانوت. بقيتي لي انت شنو؟ اجي امك اجي يا ولد الحرام من فعيلك. اش علاش تخدم في الحانوت؟ لهلا يحيي الزمان. انا بغيتك تكبر وبغيتك تقرا وتكون انت هو المدير نتاع الكوميساريه. الله يا اختي منين جبتي هاد الرتبه؟ المهم تحكم ليا في الغالي. انا ما وصلنا هو يولي كوميسير انت والغالي غتكون الله يرحمكم. الله يجينا غادي نكون مازال كاينه ولدي الزوين غادي يقرا ليا حيت انا مازال غنحتاجو. ام خزانه بغيت نرجع لديك المدرسه وكلتيني فيها القنطه. ياه انا مشفتك تما باش تفوجي يا ولد الحرام من فعيلك. لا ان شاء الله ولدي انت غادي تقرا وتولي ليا المدير وتهز ماماك الزويده اللي عزيزه عليك. اه مزيان هاد الفكره. ودابا هزيه وخرجوا عليا قبل ما يهزك هو باش يعقل على الخير. يلا ونهزو ولدي عليه اللي ما نهزو. يلا زيد الدبدوب ديالي طلع ليا في نضارتو. زيد الزوين ديالي الحبيب ديالي غير شويه ياك ولدي هزيتك وعقل على الخير. عقلتي عليه انت يا رب يا ربي. ماشي هادي هادي هادي. ها ويلي شكون هادي ما عرفتهاش؟ اختك عتيقة. ها الصوري اش تدير هنا؟ ياك انا قطعتها. اختي فوزية حيدي لي كاع التصاوير من داك البوم الا فيهم هاد التصويرة. شوف تسولي فايت لك صوابيق بزاف عليك انتيا. هذيك التصويرة اللي درتها نهضرت لا كارت ناسيونال أول مرة وزعما ما شدوكش من شافو ديك التصويرة. وعلاه أختي اللي غيشدوني؟ وأختي راه كتباني بحال هاربة من المسطين واش غدير لك؟ يمكن إوا بزاف عليك حتى أنتيا. أنا في ذاك الوقت راه كنت تقطبينة طولة. جبري الله بحال كتهضر عليا. أنا نهار كنت قدك كنت طول منك. وحاجة أخرى ملي كنت كندخل للدرب كلشي البشر تيبقى ها ساهي فيا. راه كانوا كيدعيو لله تيقولوا اللهم ان كان سحرا فابطل. ضحكي ضحكي انت راه غادي نخمج ونقول لكم واحد القضيه. شتي هذيك التصويره هذاك المصور نهار دارها لي سدوني. شتي دخلتي عليه بورك مسعوده واعره. صافي ما بقيتش غتنطحوا وتقاتلوا؟ لا ويلي اخويا اختي فوزيه هي الكبيره والعين عمرها ما تعلى على الحاجب. لا غتعلى على افلان. واش حنا واخا كنبقاو مشادين راه ديما محابين. ايوا مزيانه لاله بقاو محابين هاك الله يعطيكم الخير. ولا باقي تصدعوا لي انا مخي كل ليله؟ انا راه عيت عباد الله وكنحلم شي نهار يدوز بلا ما تاكل بلا صداع بلا نقيه. مالها داز شكتوا علينا؟ الشوكه هي اللي غتضرب شي وحده فيكم ما سكتيش انت خويا. انت بالضبط غتسكتي دير لها فيها زقزوق فين ما كاين شي مشكل تجي تكثري عندي. انا راه عيت عباد الله. شنو واقع؟ قولي انت شنو واقع؟ راكم هلكتوني عباد الله في صحتي مرضتوني. ناري فوزية ما تقولش شي جبد الالبوم. عافاك اختي اللي موريني التصويره ديال عتيقه فاش كانت صغيره. وحتى انت غتزيدي حقك مرات الادب الفكري. خليها تشوف اختها عتيقه كيفاش كانت باش تحمد الله على نعمه المكياج. راني كندوي معاكم. اختي فوزية عافاك الا جبتي لنا شي تصويره ديال نوره. لا 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 فوزية فوزية ولا 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 شنو دابا منخنيني؟ راني كندوي معاكم راه غنهز الحوايج ونمشي بحالي. ها العري جبتي داك التصويره ديال شيماء عقلتي في تقبل ودني ديالها. ايوا التصويره كائن فضائي هبط للارض والمسطح هي الاولى في المسطح فينا كاملين. لا تراجع لا كاين هاي اجي انت عمرك مشيتي الزحل؟ لا ايوا راه اليوم عندك ليه الفول. ياك دابا مخريني وانا غنمشي نجمع حوايج وغنمشي بحال ما الدار وانتم غادي تشوفوا. هادي 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 خالي عزيز مصطفى وين ترجع؟ خالي اخويا مشي بلا رجعه. واه الى خالي وفين غادي تمشي؟ غادي نمشي شي قرينه كحله اللي ضربني حيت هاد خواناتك حتى وحده فيهم ما سقات قلالات الخير. كنت حاسبهم بناتي خواتاتي وصحاباتي ساعه نكرات الخير كاملين ولكن الله يديرها على الكبده. انت هشيشه شتي خالك مضروبه بالعظم وهو اللي ما عندوش الزهر في الكبده يلقى العظم. عندك الحق. اي شتي كنت وليت كنهضر معاني راه غادي يخرجوا عليك غتولي بحالهم هرب معك باقي صغير هرب. لا ضروري خاص يكون راجل في الدار. اخ براسك مريحه المعلم
وليدك متيسع. اسمع ولدي راه ما كاينش ما حسن راحة البال، واخا يبان لك مريح ولا متيسع. اجايا واش كدير الاستجواب؟ غير كنسول الا كانت ناقصه شي حاجه نضيفها فيه، ما راه عندي نكون فيه. صافي غتورتني خلي نجا لوق باش تشرب جناحك وتضمن مستقبلك. انت راه غير خوخ وداتو ماشي باو. والله الا عندك الحق في هادي، هذا انت كتفهمني صح. سير كل مرتاح وعيش حياتك كما بغيتي. هاد الجمله ما عرفت فين سمعتها. اجي هي الحياه وانت راه داكشي اللي عليك. والله ولدي ما كتبتي، انا كيقول لك الحقيقه كتخرج من افواه الاطفال. هضرت عليهم كلشي، ضحيت بحياتي ووقتي وقرايتي، وهما حتى واحد فيهم ما عمرها فكرت فيا ولا رفضت لي الهم. حتى من الفوزيه خالتك اللي كتصحاب لي القريبه لي. ديرش الفرق ما ديرش الفرق، راه ما واقع والو. ويسير ويتهنى ربي تكره عن طلالك فيه. لك مسخوط الوالدين، انا صحاب لي كتواسيني ساعه انت عينك في بيتي. ايوا هو خويا الدرك، هو خويا الدرك. اسمع بيه انت، اسمع بيه انت ودك خواتك الحمقات، وانا خليت لكم الطاقه. ها هو غادي. وقتاش راجع؟ غنمشي مشي بلا رجعه ان شاء الله، وما غنرجعش واخا تبوسوا لي يديه. بوسوا لي يديك انت ورتا تعطي الرضا ابا سيدي. راه دخلت لسان هذا وطول لسان اللي خلاتني نهرب. نعس الشيطان اخويا وبارك من اللعب ديال الدراري الصغار. واش انت اللي كنتي كتعاتب عتيق على الغضب وليتي انت باغي تغضب؟ لا ناكل هاني ان شاء الله الرحمن الرحيم، انا ما غاديش نغضب، انا غنطج. كيفاش اخويا تاني غادي نطج؟ اش هذا المستوى؟ وصافي انت ما فهمتيش شي كلمه فوتيها، ما تحشميش راسك. واه عزيز راه تخفت الرجل هي اللي كتجبد لك الصداع. انت اصلا جاي كتزابق، ها انت عاد زادت عتيقه تبعتيها انت. اش فيها كون لقيتي انت هو الاخر في البنات بحال هكا بحال علياء؟ كونك شبعان بوسان تعناق ودلع. يا سلام كانت تكون هذه هي المعضله الكبرى، حيت غنكون مونيكا وسطكم. اش كتقصد؟ انا مونيكا؟ انت اصلا شكون دواك؟ انا كنهضر على ود وسط البنات شغلك؟ ولاش غنصلح لكم اصلا؟ انا غادي نمشي فحالي من الدار. بلاتي خويا بلاتي، حتى ديك لافاليز بعدا راه ثقيله عليك، ويلا خرجتي برا يقدروا يشفروها لك. خرج يضربك الهواء النفس، جيب دويره ورجع ملي ترتاح. لا لا كوني هانيه غنشم النفس ولكن ما غاديش نرجع. عزيز عزيز اويلي والله الا دارها بصح. ادروك رجعت انت راهي داوي خاوي. راه واقيلا هاد المره دارها بصح نيت. نوضر دخوكم لا يمشي لكم مره. والله مشى حتى دارها، ترفع لي دعوه قضائيه ديال مغادره البيت العائلي ونصيفطو ديال بصح. انا كيبان لي البنات غادي نوض نمشي نطيب ليه شي حاجه، عنده واحد ربع ساعه كاع الا تعطل ويرجع ميت بالجوع. نوضي نوضي تعاونيني. نوضي نوضي والو. انا كنقول واقع الا كاين غير شي بلاصه اللي ما فيهاش الريزورك علاش ما شدش. انا عارف اخويا عزيز ما يقدرش يعيش بلا بينا. هل حنا نقدروا نعيشوا بلا بيه؟ عافاك عاودي عيطي على الله هاد المره تشد ليك. والو شحال مره كنقول لكم ديروا لي لابونمون ما كتبغوش تسمعوا. شنو علاقه لابونمون بهادشي؟ حيت الا عيط لي شي واحد عنده لابونمون وغيسبقني وغيصدق مجاوبو. فوزيه مني كتجيبي هاد الهضره؟ راسي راه باينه. شتي اش كنقول لك خاصك تقراي؟ بحال كدق عليا لا؟ وانا بغيتك غتفهمي وتعرف راسك شنو كتقولي. راه انت باقي كتحشي الهضره زعما كتقاري وانا ما شاريهاش. دابا انا كنقاوتي راه ماشي حتى غنقوش بالرجلات ما عرفتيش شنو. عاوتاني كدام زرع على قبل هادشي مشى عزيز. عزيز كون خلانا حنا نحلوا مشاكلنا غتكون احسن. راه خويا هذاك ولي خاصو حنا المشاكل. شوفي حبيبه عافاك نمرتك انت باقا جديده غتكون خفيفه عيطي ليه. خفيفه؟ راه مع المرات تشكيني في راسي. راه خاصك تعرفي راه هي السبب الاول علاش مشى. شنو؟ ها؟ تليفونو طافي. بوات فوكال عامه. ناري دابا غتكون هاد الدريه ديال بوات فوكال مقلقه عليه. واش شحال قدها تعقل ولا على شحال؟ اه واقيلا مشى عندها. زعما يكون باغي ياخذها. خونا غي ياخذ وحده كيعرف المغرب كامل. شنو البنات واش غتبقاو كتلعبوا بحال هكا؟ خوكم غابر ما عرفتوش فين كاين. وي اختي بصح انا تشويت على خويا عزيز وربي وربي. اي لا اش بغيتينا نديروا ليه؟ عيطنا ليه حتى سخفنا ما بغاش يجاوبنا، شنو نديروا ليه؟ نصيفطوا ليه برقيه مع حمامه؟ فكره هايله. انت بالضبط القرايه ديالك ما محتاجينش ليها في هذا الموضوع. وعافاكم البنات واش خونا طج بلا شوار وانتم كتناقروا بركه. عزيز واش فيها البنات عاوتاني نتوما بزاف وما كتعرفوش الرجال؟ الرجال راه مره كتجيهم الحاله كيبغيو يخرجوا من الدار يتساراو شويه يشموا هوا جديد باش يبدل الجو ويحسوا براسهم مزيان. عادي هادشي راه كيوقع. سمحي لي واش ختنا نادي اللي كتهضر ولا خونا؟ راه ما كنضحكش انا، راه الوحيده اللي مخطوبه فيكم هنا. انا اللي شريفه، انا اللي غزاله، انا راني فايتك مجوجه كاع.
انت بالضبط ما عرفنا اختي منين شدوك. واه البنات واش خوكم خارج وانتم كتهضروا على مشاكلكم الخاويه؟ والله الحمد لكم الوالدين بس ما قزونيش البنات. راه على قبل هادشي عزيز مسا البنات اللي ما تقلبوا على حل باش تلقاو عزيز قالت لك تغلطوا. الله اخويا وشويتيني يا عزيز. واخويا عزيز وفين بيت وربي ولما خليتيني يا اخويا عزيز. اش تقول؟ خوكم مات ومشى تبع الورق ديال الوردة. شكون اللي قالها لك؟ ولا فين دويت معاك؟ ورقتك دخلت لقيتك كتنوحي. وعلى اللي كينوح ما تلاقيش شي حد. سير الله ياخذ فيك الحق، سير انا بغيت لك الوين خويا راه باقي حي الله يحفظه وين جي. ايوا آسفة. الله يا اختي الله شمن آسفة خطيرتيها من خلعة. مالكي مالكي كتزربي؟ انت شو ما تسكتي يا قلب؟ انا سكيت لي البنات. دوخ دوخ جري دوخ. سقي سقي خصك تجيبي لها شريبه. جيبي مويها نور. باش كتحسي؟ كنحس اختي براسي ما غنقولش زيد خاتكم. اه يا عدا راني ام وتانا عندي احساس مرهف. عندك احساس فيروز انتيا؟ هاد المره تاكدي من الخبر وعاد نشري. واش عزيز ما باتش في الدار؟ لا اختي ما باتش. لا صافي مشى. اذا غنبقاو بوحدنا. هادشي اللي بان ليا وغنبدلو العنوان من خوخواتاتو خواتات عتيقه. غادي جبتيني. ما تحمسيش يا معلمتي، عتيقه غادي نقتلوها في الحلقه الاخيره. في هذه غادي نخمشك انت. البنات بركة متفلية قول لنا شنو خاصنا نديرو. سمعوني عزيزكم ما مشاش اليوم غيجي واحد النهار ياس وغادي يمشي، يعني تقبلوا الفكره وتعايشوا معاها. انا ما عمرني غادي نتقبلها. ماريا عندها الحق. انت بدارك اش دخلك في هذا الشيء؟ لا البنات ما خصناش نبقاو عوالين على عزيز. صافي الا عزيز شي نهار بغى يدير حياته حنا شنو نديرو؟ انا غادي نتزوج. ما تجيعطيك التوني. احنا فين كنهضروا انت فين كتهضري؟ واختي التوني علاش؟ مبارك البنات دابا شنو غنديروا؟ الصراحه خاصنا نعولوا على راسنا ونتعاونوا مع بعضياتنا. انا متفقه معك ماريا صراحه. حتى انا كاينه متفقه. حتى انا معكم. شنو قالك فوزيه؟ انا اختي حتى واحد ما يجي بلاصه عزيز. لا متفقه معكم خصنا نفرقوا المهام. بما انك انت اللي هازه الدار انت توزن المهام. لا باش انا كنحشم؟ كتحشمي جاي نخطبوك. قولي لا غتقولي. صافي صافي انت شيماء وانت غادي تقابلوا المحل تبيعوا وتشريوا في المكياج. نوره وماريا غادي تقابلوا المصروف ديال الدار. هنا وياك عتيقه. لا انا غير ضيفه هنا الله يعطيك الخير. صافي كنسحب هذا الكلام. انا وياك غادي نقابلوا الشغل ديال الدار. صافي مشات. وانا شنو غادي ندير؟ لا حبيبه ديالي انت باقا صغيره يلاه تقابلي قرايتك. ايوا على هذا الحساب غادي ندير شي حوايج وغادي نتبع عزيز. مسخوط ما يلا مسخوط. شحال وانا كنقلب عليهم مخبيه عليا. امالك انت يا تاني حط لاكريم عرفتي شحال وانا كنقلب عليها. اش هيا اش كديري؟ غندير منها غير شويه ونرجعها. ديري منها شويه وترجعيها تبزيره ديال الطاجين هذيك. مالها شنو فيها؟ لا ما فيها والو. فيها الخسران هذيك راه السلعه ديال المحل وهذا محل ديال البيع والشراء. ولا واه لا تجريش لنا فيها مولات المحل. انا بوحدي مولات المحل. راه انت مولات المحل ردي البال لحاجك وبركه من هاد البساله. بالنقص كاع كرهتيني فيها. يلا طلقي ردوا كريم بلاصتها. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. انا خليك كان عزيز. لا عزيز ما كاينش. ايه مسافره الزينه شحب الخاطر. كنت موصي على واحد سوبر ستيمات. واقيلا البنت مسكينه مضره كتقلب على فارماسيان. راه هي اختي في الدخله ديال الدرب. لا راه قالت لك بغات سوبر ستي ماشي انتيبيوتيك. زعما دابا شرحتي عليا فهمت. ناجل العكر اختي. ما قولي لي عكر والعكور عندنا عطا الله. هانتي اختي شوفي هاد الشكيب شوفي واش يعجبك هانتي قيسي. لا انا موالفه هذاك هو اللي كان جار. ولا اختي هذاك اللي موالفه ما كاينش ساله. ايوا صافي دابا نشوف شي بلاصه. لا زين اجي مرحبا. كاين واحد اخر زويون حسن منه كاع. ها هو دايرانا اش بان لك فين جبدوا لي؟ صوفت هذا. ايه صوفت هو اللي طوندونس دابا. واخا تاكلي وتشربي به راه ما كيتحيدش. نجبدوا لك واخا دابا نشوف. ايه مرحبا حيدو. مرحبا كبير هذا. مرحبا مرحبا الزوينه. هذا هو اللي قلت لك اش بان لك؟ صراحه عجبني هذا. ايه عرفتو غادي يعجبك. انا دابا نجمعو لك راه شي. ايه مرحبا نجرب. مرحبا هاك. شكرا بصحه والراحه. تشري عندنا وتعاودي بصحه وراحه. شكرا شكرا بحال ما حالك. شكرا. مالكي
عليك شخص راه انت اللي كتحقريني. ناديه ما باش عزيز. لا ما باش عزيز سي من الصباح وانا تنعيط ليه. هذيك مولات بواط فوكال دات لي كاع الروشارج اللي كنكسب. يا خويا انت باقي كتشارجي. ايه كيشارجي مسكين على قبلي. البنات عندي احساس خيب على خوكم. لا لا بابي الاحاسيس ديالك كتخلي عليا انا ما تبقاش تتعلى على عباد الله. ما كتضحكش ناديه راه بصح مبرزت عليه تقدر تكون وقع عليه شي حاجه. اخويا هذا راه ينسيبك. اي ولكن واخا نسيبي عزيز راه كتربطني بواحد العلاقه ديال الابوبه ما مفهوماش. يعني دابا انا كنحس بيه بحال ولد بنتي. اش كتقول؟ ولد اختي. انت واش تسقسي ولا مالك؟ انا كنعرفكم راه في الاحساس ولكن ماشي حتى لهالدرجه رضا. دابا شكون اللي غادي يقابل المحل عزيز ما كاينش؟ كوكو بحال ما بناش ليك. انا ما عجبناكش اخويا اللي مقابلين المحل من الصباح؟ هي غتخرجوا عليه، اجداكم انتم شي بعسره. هذا راه بحال الا حقرنا. لا لا رضا انت واقيلا كتقلب تفسخ ديك الخطوبه. لا واش نفسخ الخطوبه الهضره؟ راه كون ودخل تعاون. والله الا قال لك احساس. ولا اختي اللحم 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 ثلاثه المرات في السيمانه ما حنا بخير. وراه عندك وحشاج ماشي بنات كتبي الحميه. غادي نديرو حميه جماعيه ونديرو خير في فلوسنا. لا اختي ديري الحميه الراس كنرى ما قلتش داكشي ديال الريجيم والتحبسات الحراريه. لا لا واستي نفاخات الشمسيه هذيك سميتها السعرات. اختي دابا غتسعري سعري الراس حافظي لينا على البرنامج ديالي كتبي. على اللي بغيتي غنديرو صافي. شنو زعما هاد اللي بغيتي نديرو؟ طنز هذا ولا اعتراف؟ حيت الا كان اعتراف راه خصني نوثقو. ايه اعتراف. اي نعم انا ما تنعبرش ديما على المشاعر ديالي ولكن انت راه تعرفي احسن مني. واه يا ناري واه يا سيدي ربي واه يا عباد الله اجيو تشهدوا جيو تشوفوا. اه يا ناري اش وقع بخوكم اصقعتوا اش وقع؟ كيما كيما راه هذيك الكرسي ما كاين والو شفت انا فين ما ندير بحال هكا يسحب لي شي مصيبه واقعه. ايه حيت انت داك الولولات ديالك بحال اللي وقعه شي مصيبه نيت. والله ما عندكم علاش تحشموا انتم جالسه مقصرات وخوكم ما عطاش واقع ليه. والله ديك خالتي راضيه راه بالغ يدير اللي بغى. نوضي تقعدي يا بارده القلب راه خوكم هذاك هو اللي عندكم وراه كلامك هو الكبير امي راضيه ولكن احنا ما جريناش عليه هو اللي مشى بوحده. ياك لالا ايوا راه نتوما اللي جريتوا عليه بمشاكلكم وفي عواط ما تكونوا لالا تقاتل بروسكم ها نتوما زايدين فيه. والله هذيك خالتي راضيه ما تزيديش فيه. واه راه معلوم هذاك خونو حنا تنبيو ولكن انا ما نديرو ليه هو اللي مشى. انا دوق قلبوا على خوكم على الله شنو واقع به. ولا العافاك امي راضي ما ديريشني بحال هكا باش ما تشدنيش كريز دي بانيك وصافي. اش غادي باني راضي راه هي اللي خصها دي باناج. دابا بغات تقول لك كريز دو بانيك يعني فيها الخلعه. لا مالكي درجي وخلينا عليك. نوضو 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 قلبوا على خوكم نوضو. ما عندنا فين نقلبوا عليها خالتي صافي دابا مشى ودابا يرجع. راه ما خطعفوا تديروا حتى شي حاجه بلا بيه راه هو اللي هزكم. هزنا مالنا حنا وصلوا ديال الخبز. انت راه ديال هادشي اللي وقع راه مزيان راه في مصلحتنا حيت خلانا نعتمدوا على راسنا. اللي عندها شي خدمه تتمشي ليها واللي عندها شي حاجه تديرها فهمتي. هو في الحقيقه مرا دير اخويا مسكين هذاك عرفتي راه عزيز ملي ما كيكونش مرا عاوتاني غتبداي تنوحي لينا انتيا. لا 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 حنا ما محتاجينوش حنا قادين نعتمدوا على راسنا صافي. يا دابا فرطوا في خوكم. هو اللي فرط فينا ها؟ يا الله يعطيكم على قد نيتكم. ايوا انا غادي نمشي نقلب عليه. يا جلسه تما يا الكافرات بالله كاع ما لقى فيكم خير لقى فيكم انا اللي غير جارتكم مع الله وعليكم. صافي اختي فوزيه ولا العادي وبدي تجي يعطينا النصائح هنايا. راس بصح بقات بلا صوره انا توحشت خويا عزيز ما بقيتش قد عاوتاني غتجي تتخبري ياك. يا الله كنتي واقفه حتى خالتي راضيه دابا تخرجي في العين تتقولي حنا ما عندنا ما نديرو به وليتي دور الفاس. غاتي راه توحشتي. ايوا سكتي كداب سكتي كدالس. انا شجاعه قولي. انا شجاعه. انا قويه. انا قويه. انا لا احتاج لاحد. انا لا احتاج لاحد. انا لا احتاج لاحد. وكك وانا بالون ما لقيتيش. لا والو كاع الرادارات خدامين هاهم. ولكن يا خويا تقول واش طرطات طلعت. لا حول ولا قوه الا بالله. زعما ما يكونش حرق. ما يمكنش انت الرادارات ديالك هي محليين الا حرق راه يكون فات الحدود ما غتصور والو بالون. انا قاعد هنا ما تجينيش الناس. عرفتكم مشوش عليه. علاش مشوش عليه؟ انا بغيت نعرفو هي فين مشى وفين خبي وشنو ما عرفتش. انا بوعلوان ما خليت فيه القلب تاع المقابر دور المسنين البركاسات قهوي منعنعين وتقول يا ودي تقلب يا ودي علاش بغيتي نقلب؟
راه التقلاب والتشمشيم عندهم مالي. يلا قولي لنا سيدي مالي فينا. هو عزيز فاش كان خارج كنهز معاه شي حاجه نعرفوا فين غادي. كنهز معاه ساك صغير وفيه فوطه وبيجامه وتروسه ومعجون الاسنان قرب يتقادى. الله اكبر المعجون ما زقلتيش. كل حالة ساهلة على القبر غيكون غير مرقد في شي حمام. ثلاث ايام في الحمام ما يمكنش، غادي يكون غرق في طافضنا. عندك الحق في هاد القضية. وفا غيكون شر. أنا اللي بقى فيا هي خواتاتو. كاع ما سوقي اللي بغاو هني تيمشي. والله ما كذبتي يا بو علوان. أنا الوحيد في خواتاتو اللي قلبي حارقني عليه، أما هما متعولش عليهم. ونادية زعما الله أنتم تضايقوا عليك. هاك السوار ديال المحل، سد واجي للدار وجيب معاك الروسيطة. فين غادي انت؟ غادي نمشي عند خواتاتي دايرين اجتماع خصني نلحق عليهم. سمعتي يا بوعلوان؟ وانت ظلمتيهم، هما البنات دايرين اجتماع باش يخرجوا يقلبوا على خوهم. الله يهديك شمن تقلب، حنا دابا كندرسوا مرحلة ما بعد غياب عزيز. إيوا علاش؟ واد عزيز هذا اللي غبر دابا فجأة، راه يقدر في أي لحظة يرجع ويعاود ثاني يغبر، راه خصنا خويا نعولوا على راسنا، راه هادشي اللي كاين. يلا تهلا. قلت لك هاد الهضرة. والله ما كذبتي. صاحبي امير ما ضرب باك لقى شي حاجه؟ لا المهم ما مشدوش الحمد لله. الولد قلب عليه قال الفورينات ديال المدينه وما لقاش. فورينات مالو كندير دوزيام بوزيسيون داتو ديباناج. لا با يقول لك الفورينات الموتى. الله ينجينا ونجيك. المهم خالي عزيز دابا مشى وانا وليت الراجل ديال الدار. الخطوبه ديالك انت وخالتي نجا راه طولات بزاف وخاصك ضروري ما تجيب وليدك باش نكتبوا العقد. انا الفرد كادر رماناجي فهمتيها؟ اوا جن عطاك على ودني. لا لا شوفي اختي هادشي ديال التليفونات راه خصنا نلقاو ليه حل خصوصا مع اخت الماسونه شيماء. حيت السيده فين ما كتسالي لها الكونيكسيون كتزيدها بلي غوشارج. راك عارفه علاش؟ صافي بلا ما تهضري الويفي ما بقاش نقطعو بالليل باش لالا شيماء ما تزيدناش بالكونيكسيون. مسكين عزيز شحال هو كيقول عليك ما درتيهاش دابا حتى مشات بانت ليك. عزيز ما كاينش دابا مشى. واش بغيتي تعقدوني؟ عزيز ما مشاش غير بيرتاح منا شويه. برك عليا من الدراما على الصباح كدير لي الشقيقه. ولي زين فين وصلنا؟ الله درنا شي غلط؟ واش سمعتك مزيان قلتي لي زين؟ بيان سور انت الزين والفنون. انا كنكون مره قاصحه ولكن انا عندي احاسيس مرهفه. مين طاح عليك هذا الحب كامل؟ شي صباح ديالك انت ما سكتيش غتكون خطفه. لا اختي عافاك رجعي لك الحنان ديالك زعما معاك والله. واش غنقول لك طبيعه العمل ديالي كتخليني قاصحه شويه. مالك خدامه في حفل الابار واشكال بحال هادو ما كيخليوكش. والله ما عندكم رجل بفرقتو معاه ودايرين فيها ما وقع والو. اخوكم غايب على الدار. هاي اكتيفات مو الدراما عاوتاني كنهضر بصح. هيا ديها في قرايتك حنا عندناش لا ما يتقضى. علاش البنت بحال هكا؟ بيني وبينك راه سي نورمال هي صغيره في الدار وعزيز كان بحال بويا. هي راه اكثر وحده تاثرات في نفس مشى عزيز. ماريا مالك اختي؟ الصراحه حتى انا توحشت عزيز خلا بلاصتو. اختي عرفتي اش غديري؟ قطعي لي ديك كونيكسيون. صبحين هاد الدراما على الصباح واش عادتك عليا ولا كيفاش؟ بلا دقال ديها في قرايتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وانت شفتي تيجن؟ خويا عزيز توحشتك توحشتك قداش اخويا عزيز؟ تلقى مني صاحبي انا مزوج بيك. بلاصتك كبيره في قلبي اخويا عزيز. ودي تلقى مني. خليني نشم ريحتك توحشتها. ريحتي انا امك انايا تلقى مني يا صاحبي خنقتينا مالك؟ فين كنتي اخويا ضعافيتي وجهك صفر مالك؟ ضعافيتي مالي كنت في الحرب. انا باغي خرجت نفوجي شويه نشم شويه الهوا نكون بوحدي. ودك سعديني معاك. راه كنت باغي نكون بوحدي ما سمعتيهاش ولا؟ اي راه فهمتك انت تكون بوحدك نمشي معاك انا نكون بوحدي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم دابا رجعت تلقى كاين انت زعما علاش؟ انا مشيت مرتاح نقد الافكار ديالي باش خواتاتي يفهموا باللي راه قيمتي عندهم كبير. واسيدي غير يكون هاني راه فهموا كل شيء. عرفتها وي باش يعرفوا نيت الا خديتهم انا غادي يضربهم تران. انت اخويا عزيز اللي ضربك اكبر تران. لا خواتاتك ما بقاوش محتاجين لك. مفاهمين مقادين امورهم بحال المكانه. كيفاش؟ ناديه وشيماء ولاو شادي المحل ولاو كيربحوا في النهار داكشي اللي كنتي كتربحوا انت في سيمانه. فوزيه وعتيقه ولاو بحال التويميات سبحان الله اتفقوا ولاو مقادين امور الدار. ونوره وماريا قابلين المصروف وبيني وبينك البنات دايرين خدمه نقيه. هي ايش؟ هذاك التران اللي جابك اي ردك وحافظ على كرامتك. بركه في راسك. هذه هي اللي كنت قلت لكم البنات. خويا عزيز جيتي على سلامتك. لاباس لاباس انا رجعت. مش حبسي شيماء. ناري ناري هاد اللقطه تتسالي معايا
بنات قربت صيب لي نعاود نصيبها. لا خليك انا شويه نوض نصيبها. يلا خليك الزينه انا نصيبها. لا لا تعدوا البنات انا غنصوبها لكم بلاتي. نرجعت صافي داك الكليه دابا نصوبها لكم صدعتونا. وانا راه البنات اللي تسنيتو غير شويه غنوض انا نصوبها وندير فيها السكر غتجي بحال فيها الكراميل. حاجه قاعد قاعد في البطن دخل. ناني ناني ظالم. مشيت فيها كفته تما باغي نبعد شويه باش نبين لهم بلي راني مهم في حياتهم. صاوما خرجوني منها بحال مش منظر العرس. نصيحه عمركم ما ديروا بحالي وتبغيو تبينوا لشي حد بلي الا ما كنتوش في حياته غادي ترون. شنو وقع؟ المهم انا غنضرب نفسي مع الحيط ونرجع لدارنا حيت دوزت واحد 3 ايام تعتكر فيك ما نعاود لكمش. خي عزيز رجعتي؟ خي عزيز لا قول لي عشري حسن عايز نشوف لك فين تبات هذا راه ولا بيتي. بيتك غتنوض في حالاتك ولا غادي نتفاهم معاك؟ رجعت عطيني الحقار ديالك. اه سيدي انا حقار نوض في حالاتك. ها هو غادي اصلا الدور ديالك عيان وفيه الصداع والنقير. قال لك عزيز قول انت مكروف. خير هو انا رجعت. وسعداتو بخواتاتو وخا قلبي اللي حياتو خوهم حبيبهم ورافده بالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباتو. وسعداتو بخواتاتو وخا قلبي اللي حياتو خوهم حبيبهم ورافده بالهم من صغره راجل تحاجة ما غلباتو. خويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبي يا وخويا وخويا انتبه بيه أنا يا قدام الناس وخوكم خوكم وإلى دارت أنا يا ليا معليا وخوكم خوكم نجي ونحط أنا يا عليكم الرا مرة يتصالحوا هادو هما الخوت دغيا كيتسامحوا يا ربي دوم المحبة بيناتهم وتحلى لمتهم وبيها يفرحوا وخويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبي يا وخوكم خوكم نجي ونحط